السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا نهار اليوم بالجزر وبالزيتون. لتحضير الوصفة نحتاج المقادير التالية: بصل مقطع تقريبا نصف حبة تاع طماطم، 3 فصوص تاع ثوم متوسطين هرسهم في المهرس مع ملعقة تاع تابل. لهنا راح نستعمل الكويس ولا أي طرف تاع دجاج عندك في المنزل. كمية من الجزر مقطعة إلى مكعبات، وكمية من الزيتون قصيت الحبة إلى نصفين. لهنا كما نعرفوا انه الزيتون ديما الاخضر يكون مالح، كتدبيره كي تحبوا يكون ماهوش مالح قبلها بوقت حطوه في الماء وملعقه فارين على النار، خلوه يغلي مده 5 دقائق الى 10 دقائق ونحوه. راح يتنحى هذيك الفارينه، راح تنحي الملح الزايد. ولا تقدروا ديروه في الليل في الماء ومره على مره تبدلوا له الماء تاعو باش تنحوا هذاك الملح الزايد. نمر لتحضير الوصفه. في الكاسرول حطيت الدجاج والبصل، ونضيفوا زوج ملاعق ونصف تاع زيت. كي يبدا يتقلى الدجاج نشوفوه تقلى شويه، نضيفوا عليه كميه الجزر وكميه الزيتون، نضيفوا كميه من الملح. ما تكثروش الملح ياسر، خاطرش لاصوص نسحقوها قليله، باك راح نخلي كميه قليله من لاصوص. هكذا ما نكثروش. نضيفوا كميه من الفلفل الاسود. نحرك المكونات باش الملح هذاك يدخل في كل الجزر والدجاج، ما يبقاش في بلاصه واحده، ونخليها تتقلى. نضيفوا كميه الثوم والتابل، نضيفوا كميه قليله من الكركم. هذه هي التوابل راح نديرها لنهار اليوم في الوصفه. الجزر تاعي راهو تقلى مليح، لازم نخلوه يتقلى باش يهز هذيك البنه تاع لي زيبيس وتجيكم المرقه تاعكم بنينه. نضيفوا كميه من الماء، ديما كي تمرقوا امرقوا بالماء السخون، ما تمرقوش بالماء البارد خاطرش يصمت لكم الماكله وتجيكم ماهيش بنينه. وديما نمرق كميه قليله من الماء، ونطيب لاصوص ديما على نار هاديه. نضيف كميه الطماطم نصف حبه قسمتها الى نصفين، وكميه من المعنوس. وهذه اللمسه الاخيره، نحن نحبوا الفلفل الحار، على هكذا راح نديرها حاره. اللي عنده الاولاد الصغار ما يستغني على الخطوه هذه وما يديرش الفلفل الحار هذا ويخليها عادي. درك نغطاها ونخليها تطيب في غرضها على نار متوسطه حتى نشوفوا الدجاج طاب ولت لاصوص عاقده. طبقتنا نهار اليوم راهو جاهز. كي طاب الدجاج نحيته وحمرته في الفرن، ورافقته مع بطاطا مقليه وسلطه وخبز الفارينه. راني دايرته في القناه، درك نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. درك معليا غير نقول لكم بارطاجيو الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.